عقدت اللجنة العليا لإعادة تشغيل الرحلات التجارية اجتماعها الأول برئاسة رئيس اللجنة ورئيس طيران المدنية الشيخ سلمان الحمود الصباح بحضور ممثلي ومسؤولي عدة جهات مختصة. الاجتماع ناقش الاستعدادات للخطة الكاملة حول تشغيل المرحلة الأولى من الرحلات التجارية والاشتراطات المقترحة والمتطلبات لتحقيق هذا الهدف ومدى حجم الآثار الاقتصادية التي تعرض لها قطاع الطيران. جهود حثيثة تدفع بها الدولة بكافة الاتجاهات لعودة الحياة إلى طبيعتها بما فيها إعادة تشغيل الرحلات التجارية للنقل الجوي. الهدف من اللجنة العليا لإعادة التشغيل التجاري لمطار دولة الكويت يترقب الجميع. اليوم العالم كله تعرض لما تعرضت له الكويت فيما يتعلق في يعني وقف شبه كامل لأنشطة الطيران المدني. وصلت النتيجة يمكن تعدت 94% عالميا نسبة توقف الحركة النقل الجوي في العالم. والآن جميع الدول تتكلم عن مرحلة التعافي أو مرحلة إعادة التشغيل. الكويت ممثلة في مجلس الوزراء وأيضا معالي وزير الدولة لشؤون الخدمات وكافة العاملين بالطيران المدني من فترة غير قصيرة نعمل على رصد كل خطط العالم والإرشادات والتعليمات واللوائح العالمية للمنظمات الدولية وأيضا للمطارات لمرحلة إعادة التشغيل. الاشتراطات المقترحة والمتطلبات لتحقيق الهدف المنشود من تشغيل الرحلات التجارية أبرز ما تم مناقشته في اجتماع اللجنة العليا لإعادة تشغيل الرحلات التجارية. في هذا الاجتماع إن شاء الله سيتم عرض أكثر من موضوع. أهم هذه المواضيع الخطة الشاملة لمراحل إعادة تشغيل مطار دولة الكويت، ومن ثم راح ننتقل إلى الاشتراطات المقترحة والمتطلبات لتحقيق هذا الهدف، ثم راح نتكلم عن الأثار الاقتصادية اللي تعرض لها قطاع الطيران المدني. كما أنتم عارفين في العالم أول قطاع يعني تضرر وآخر قطاع سوف يتشافى هو القطاع الطيران المدني. اللي همنا الآن في دول العربية أو الشرق الأوسط آخر رصد إلى يعني آخر شهر أربعة بداية شهر خمسة كان مجموع الخسائر المسجلة والمرصودة من المنظمات الدولية وهي منظمة النقل أو اتحاد النقل الجوي الأياتا وصلت الخسائر 24 مليار دولار أمريكي. نصيب الكويت منها 1.6 مليار. تداعيات كوفيد-19 تركت آثارا اقتصادية وخسائر بلغت 24 مليار دولار أمريكي تمثل حجم الأضرار التي تعرض لها قطاع النقل الجوي عالميا. نواف الشراكي، تلفزيون دولة الكويت.